مجلة وموقع عالم السيارات عودتكم على طول بتجارب فريدة من نوعها. اليوم معنا تجربة كتير رائعة بمكان مجهول مع شيخ خالد القاسمي البطل الإماراتي، راح محضر لنا مفاجأة. شيخ، شو المفاجأة اللي محضر لنا إياها اليوم؟ تبغى تشوف المفاجأة؟ أكيد، خلينا نشوف هذه المفاجأة. يلا لكن فاذا شو انا رح سوق ولا لا؟ انا سوق. انت رح تسوق. اوكي عظيم، يلا. لما انطلقنا بالفجور باجي دي كي ار 3008 عبر الكثبان الرملية، حاولت انا والشيخ خالد انه نحكي ونخليه يخبرنا شوي عن السيارة، بس لسوء الحظ صوت السيارة كان كتير عالي فالتسجيل طلع عاطل جدا. من بعد ما كنا عم نتمتع بالسيارة وبأجهزة التعليق الموجودة عليها كيف عم تتأقلم وتتجاوب مع طبيعة الأرض والكثبان الرملية، وصلنا على تلة آسيا وقعدت السيارة وعلي، فنزلنا لحتى نحفر، لكن الحفر ما كان هين أبدا. التمارين اللي بيقوم فيها الشيخ خالد اليومية والحمية بتخلي لياقته البدنية تكون عالية مش مثلي على الأكيد، يلي أنا ما قدرت أتحمل الحرارة والضغط والتعب والجفاف، لكن هو قدر وقدر يحفر بطريقة كتير قوية أنا ما قدرت إلحق ولا قدرت أمشي على خطاه أبدا. ولحتى تعرفوا شو عم بحكي بالضبط، اسمعوا التسجيل يلي صار خلال الحفر تحت السيارة. ما ننسى أنه حرارة الشمس، حرارة الرمل، حرارة السيارة بنفس الوقت. نحن بالنسبة لقلنا السيارة الطريق كانت عم تتأقلم بطريقة كتير جيدة، وما كنا حاسين بالصعوبة، بالسيارات العادية مش قادرة توصل للمكان اللي نحنا فيه. أنا انتهيت dehydration، جفاف أشعة الشمس. يا الله، يا الله، بس شايف ظل، عم بحلم بالظل، ماي باردة. من بعد ما انهكنا من الحفر بطريقة سحرية قدر يحرر السيارة بمساعدة الرافعات الهيدروليكية والألواح الألومنيوم، أو حتى ممكن تكون الألياف الكربونية لتخفيف الوزن وقوتها، وهذا الشيء بيقدر يرفع السيارة عن طريق الهيدروليك وبيحط الألواح تحت الإطارات حتى ما ترجع تنزل بالحفر، وهيك قدرنا شلنا السيارة. ومن بعد هالشيء نجحنا انه نحرر السيارة، بس كنت انا انتهيت. سمعتوني كيف كنت عم هلويس تحت الشمس. لما تحررت السيارة طلع فيه الشيخ خالد وقال لي شو رأيك، برجعك على الكامب ولا منكمل؟ قلت له اكيد شيخ رح نكمل، ولو اكيد كان اختلف الوضع لو ملاح الشيخ خالد خالد الكندي كان موجود معنا، كان قدر ساعدنا بطريقة احسن، كان قدرنا شلنا السيارة بطريقة أسرع، لأنه الشيخ خالد وملاح خالد الكندي معودين على السيارة ولياقتهم البدنية عالية، اثنيناتهم عارفين كيف بيشتغلوا بيتعاملوا بهيك ظروف لأنهم متمرنين وحافظين السيارة عن الغيب.
من بعد ما انطلقنا بأقصى قوة كل التعب والعذاب راح، رجعنا نتمتع بقوة السيارة الخارقة يلي متنا شايفينا عم تتأقلم على الكثبان الرملية ولا كأنه في شيء على الأرض، كأنه ماشي على الطريق العادي. ومن بعد ما انتهت التجربة قرر الشيخ خالد يطلع المسؤول الإعلامي عنده رامي الجودة بلفة العمر أو مغامرة العمر. وهيك فيكن تشوفوا ردة فعله لرامي قد كان فرحان وقد كان مبسوط. ومن بعدها كان لنا قاعدة مع الشيخ خالد وهالدردشة. خالد سواقة ولا أروع، انبسطت كتير، بشكرك على هالنهار الحلو وسواقة ولا أحلى من هيك. بس عندي سؤال، بدي أعرف شو الفرق بين سيارة الدكار يلي ربح الدكار الجديد يلي جربناها اليوم ويلي كنت تسوقها السنة الماضية أو اللي قبلها؟ بس في الشاصي هو تقريبا نفس الشاصي، بس في 3-4 تغييرات. أول شيء الايروديناميك تغيرت، صارت من 2008 ل 3008، فالايروديناميك السيارة تغير، صارت تحسينات في الايروديناميك. تعرف السيارة تكون هبقي فمرات تموج، وللحين تموج بس أفضل عن السيارة اللي فاتت. عدلوا في الايروديناميك، صار في تعديلات في الملاءط، يعني في الهبس وهالاشياء، صار في يعني كل هاي تطوير في السيارة نفسها. بس صار مثل البوزيشن شوي مختلف، صارت بعض التعديلات اللي كانت شوية خلينا نقول ما كانت بيرفكت بالسيارة القديمة، صارت تحسينات. نعم، فهي صارت تحسينات، يعني في فرق. نعم في فرق، حسيت بالفرق. اول ما تركب السيارة ما تحس بالفرق، بس بعد ما تعمل كيلومترات وانت تسوق السيارة تعرف ان مثلا اذا جيت في منطقة ضربت السيارة معاي السيارة القديمة تحس فيها اكثر. مثلا تاخذ شوي اكثر، مثلا في اماكن لا تحس انا نفس الشيء بالدروب، نفس الوزن تحس به، يعني ويت ديستريبيوشن في بعض الدروبس نفس الشيء، ما في فرق. ففي بعض المعادلات تحس انا نفس الشيء، بعض المرات تحس لا هذه افضل في 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 جزئيات. في الايروديناميك في السرعات العالية هاي تحس بها احسن، لان مثلا السيارة الثانية كانت تموج اكثر، هاي تموج بس على اخف، خففوها فيعني لا الايروديناميك هو كل مش التخفيف، اختلاف الايروديناميك. فهي بس تحسينات ميكانيكيه، يعني مش ان السياره كلها نفس الشاصي. المحرك ما صار عليه اي، لا هي نفس. طبعا دائما في اي مصنع مثل اي سياره دائما في تطوير على السوفت وير، هذا الشيء يعني ما يختلف عليه اثنين. يعني انت مصنع ما تعمل يعني برنامج معين وتسوق على سنتين او ثلاث سنين، كثير دائما في تطوير، حتى من ايفنت لايفنت يكون عندك تطوير في السوفت وير. عظيم. هلا بكونك صرت سائق مصنع لبوجو، شو البلان لبوجو للراليات الصحراويه بالرغم من انك كمان عم بتسابق براليات بطوله العالم للراليات على سيتروين، فكيف رح تقدر تنسق بين البطولتين وشو رح يعني بيقولوا ساكرفايسينج على ظهر البطوله الثانيه؟ يعني في شيء عم تخسره على ظهر شيء ثاني؟ انا اليوم يعني اول جولات من بعد دكار لليوم لين شهر 5 كل عملت كروس كنتري، مثل ما قلت تجربه جديده واول سنه اعمل هالراليات. انا ما كنت بعمل دكار، كنت بسوي راليين، بس شفت نفسي اني قاعد اسوي منيح واتعلم واطور من ادائي. ولليوم انا نتكلم بعدين انا مصدر بطوله العالم. انت تسالني عن الساكرفايس، انا قاعد الحين يعني قاعد اتجه اللي هي البطوله اللي انا متعود عليها مع المصنع مع سترون، وقاعد اعمل الضحية على السكرفيزيشن، يعني صاير انه ضحيت بالبطوله نفسها اني انا متصدر فيها. برجع للدبليو ار سي لان عندي برنامج من هون لين اخر السنه. طبعا مثل ما شفت امس باللونش هو
مهم عندنا نكمل بالكروس كانتري نستفيد ونتعلم. راح يكون عندنا تست بعد برنامج التست ما حطيناه, بس راح يكون في خلينا نقول ثيرد كورتر دير في بلان للكروس كانتري, يعني اساس تجهيز لدكار ان شاء الله السنه الجايه. وبعدين راح يكون عندنا بلان اللي هو الكروس كانتري اللي نعمله, بس ما عندي كوميتمنت في بطوله العالم لسبب واحد. برجع اقول لك انا اوريدي عندي بطوله العالم للدبليو ار سي. اذا عملت كوميتمنت هنا لازم تخلى, لان يعني عندك يمكن 4 أو 5 راليات بالكالندر كلاشز نو واي, فما يصير انك يعني ما تقدر تعمل. بس انا بالنسبه لي كمان اكون شوي منطقي, مش اليوم بعدني ما جيت اليوم اللي لو انا متصدر, بس ما اجي اليوم اللي احس اني انا اقدر, لان بتكون كل مرحله اروح فيها بطوله الكروس كانتري بتكون جديده بالنسبه لي. بس ببني كيلومترات جين ذا اكسبيرينس, ببني المايلج, تعود على السياره اكثر, 4 راليات بالسياره تعرف يعني شويه تحتاج انك تبني الكيلومترات وتعرف وين مغط الضعف, تطوير في اشياء, تحسين في اداء يعني تكون مناسبه للتورين عندنا. احنا حصلنا في اشياء لازم نغيرها تكون مناسبه للتورين عندنا, فيعني هاي امور كلها تجي. بس ما تقدر تنافس اليوم, تقدر تفوز ما اقول لك لا, بس انا افضل اني اركز على بطوله العالم وعلى بعض الراليات بعد بطوله العالم في كروس كانتري, بيكون عندي ميكس. هو الاختلاف بين البطولتين, بطوله الراليات عندك كو درايفر عم تاخذ نوتس, عم تجرب على الطريق وعم ترجع تصلحها اذا في اي اخطاء. ببطوله الصحراء ما في عندك النوتس اللي عم تنعمل, عم تفوت انت زي واحد يعني ما يعني سوري على الكلام, واحد اعمى فايت بمكان مش عارف شو في خلف الافزة او خلف الديون او اي شيء. فهون كمان خبره خالد الكندي اللي مشكور على جهوده كان عم بيكون موجود معك وعم بيقدر يعطيك الارشادات لحتى تخلصوا الراليات بسلامه وتعملوا نتائج حلوه. طبعا شوف نحن لما جينا بعد دكار ما كان عندي ملاح, والاكسبيرينس اللي عندي جبت ملاحين مع الاول بيجو اجرب وكلهم فاشلين كانوا, فكنت خايف. وكان رالي دبي ورالي ابو ظبي على الابواب, وكنت خايف اني اعمل كونتراكت مع اي ملاح. اول شيء الممتازين ملاحين للتوب مش موجودين, ف يعني عندهم كونتريات وملاح اي واحد ما تعرفه. ففضلت خالد كون خالد اول شيء في فريق ابو ظبي معانا, ابو ظبي ريسنج الكوردينيتر, اعرفه يعرفني, دخلنا من زمان رايت, فقلت له خالد وانت وبن المنطقه فبيساعدني على اساس انه عنده قرايه وعنده درايه بالمنطقه. بس انا وخالد جداد على هالسياره, نحن حتى لو كنت افكر انا يكون عندي كو درايفر ما اريد اني اخطي مثل ما اجيب واحد منهم الفرنسيين متعود عليه السياره او يشتغل معاهم, لان فيها امور كثيره يعني مثل ما انت شفت كل الاشياء صح. كثير مسؤوليات تكون عليك انت او على كو درايفر وهو يقرا جي بي اس وهو مش ميكانيكال. عملنا رالي ممتاز في دبي وجينا الثاني, وعملنا في السيارة الجديدة كانت أول تجربة لنا أنا وخالد, رغم أنه مو مرينا فيه كسرنا درايف شافت وطحنا مرة في مثل ديتش يعني وقفنا فيه, لكن الحمد لله خلصنا وفزنا فيه. وتعرف أول فوز إماراتي كسايق وملاح في بطولة العالم في جولة أبوظبي, يعني أبد ما صارت من 25 سنة وفي سيارة جديدة وتويل صحيح. فتعرف التحديات الجديدة أكيد خالد ما قصر ومشكور. خالد دائما وياي في الفريق ينصحني وهو يدور لي إذا في أي شيء في تطور خاصة, لأن عندك good experience في الكود في الكروس كانتري, فدائما ينصحني على مين الأحسن وش نسوي. بس مثل ما قلت اليوم لازم نفكر, اليوم أنا هني استفدت من خبرات خالد, لكن أنا جديد إذا بروح مثل ما كنت تتكلم يوروب كروس كانتري ولا ما ادري في مناطق ثانيه في كروس كانتري, اذا رحت فيها بتكون صعبه علي, لان انا جديد وخالد جديد, نحتاج واحد عنده اكسبيرينس ويسوينها ويساعدنا على المسار. بشكرك على التجربه الحلوه والرائعه, شكرا. وبنتمنى لك النجاح ونشوفك على طول اول. شكرا لك. شكرا.